أعزائي مشاهدي قناة بلاد الفضائية، نبتدئ مع مظفر النواب الذي هتف للعيد وما زالت قصيدته أنشودة نحملها لكم من كل قلب، ونقول لكم أيامكم سعيدة، الحب والسلام والسلامة والأمل والفرح والبالونات والأطفال وكل الألق الذي نحمله في قبعة واحدة لكي نسكبها فوق سمائكم. أيام سعيدة زي ما تستطيع. أيامك سعيدة عمر، وكل عام وانت بخير، وكل عام وانتم بألف خير أحبتنا المشاهدين. وهذه الحلقة الجديدة من برنامج سهرة عيد من متنزه الزوراء، وإحنا في أيام العيد السعيد. يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والأمان والسلام. وبهذه الصور اللي ذكرها عمر، طبعا ما خلالي ولا صورة أذكرها، صور العيد. صور لك كل صور الكون الباقية. بالتأكيد عمر، هذه صور العيد الجميلة. إن شاء الله يا رب ينعاد على العراق بالخير والأمن والسلامة والمحبة والوئام بين كل أفراد المجتمع العراقي. فعلا العراقيين يستحقون أنه ينعمون بأعياد، وإن شاء الله أيامهم كلها تكون أعياد ومسرات. طبعا احنا وياكم من متنزه الزوراء، وهذه الجموع من الناس وهي تحتفل بأيام عيد الفطر المبارك بالتأكيد، وإحنا راح نحتفل وياكم مع نجوم لامعين بارزين، كل نجم في اختصاص معين. بالتأكيد راح نبتدئ حلقتنا مع فنان مبدع، طبعا رسم أدوار جميلة على الشاشة. فنان راح يكون ويانا، طبعا راح نعرف تفاصيل حياته. بالتأكيد الجماهير تحب تفاصيل تعرف العيد معه. العيد أيضا راح يكون ويانا الفنان المبدع مازن محمد مصطفى. كل عام وانت بألف ألف خير. كل الصور اللي قدمتوها ما خليتونا ولا صورة نقولها للمشاهد، يعني لكونك شاعر يعني استغليتنا بهاي الفرصة. بس أنا أقول النخيل والأشجار والأنهار كلها أوسمة نزرعها على قلوب العراقيين، نضعها على قلوب العراقيين الشفافة البيضاء، حتى نزرع الابتسامة على محيا كل طفل وكل امرأة وكل شيخ في عراقنا الحبيب. وشكرا لقناة بلادي اللي دائما تسمح لنا الفرصة بها أنه نتصل بجمهورنا بشكل مباشر. كل عام وانتم بخير وشكرا لك. انت بألف خير سعد مازن، شكرا لك. يعني يمكن نضيف فوق الأنهار والأشجار مازن محمد مصطفى بجماله وحضوره وبعراقيته الواضحة دائما. أيامك سعيدة. كل عام وانت بخير صديقي عمر. أيامك سعيدة سعد قصي هاشم ضيفنا العزيز، نرحب بك ترحيبا واسعا الكابتن المميز المربعات الخضراء التي نتابع لاعبي كرة القدم، والآن أنت تتابعها لأنك تدرب وبقوة. كابتن قصي أيامك سعيدة، حياك الله. أهلا رحيم، طبعا كل عام وانت بخير، وإن شاء الله الشعب العراقي يكون بألف خير ومن عليه بالصحة والعافية، ويا ربي إن شاء الله أنه بلدنا من أفضل أفضل. وأتمنى لهذا الشعب المناضل الباس الغيور اللي طبعا قد ما نوصف من صفات هو قليل بحقه، لانه عاش مأساة كثيره وحروب كثيره، اتمنى له انه يعيش بسلام وتكون الفرحه على شفاه اطفالنا الاعزاء، واتمنى هذا البلد يعم بيئه سلام والامان ان شاء الله. شكرا لك، ايامك سعيده دائما. بالتاكيد عمر ايضا راح يكون ويانا اليوم شاعر، طبعا اليوم انتم راح تكون مناورات شعريه بيناتكم. لا مستحيل، الضيف اليوم هو الشاعر. اليوم راح يكون ويانا شاعر ايضا منورنا في هذه الحلقه احبتنا المشاهدين. حلقه اليوم حلقه تغطيه العيد، طبعا راح يكون ويانا الشاعر ميثم فالح. كل عام وانت بألف خير يا شاعرنا، ونورتنا بحضورك. نور وجوهكم. ان شاء الله يا ربي عيد شفاء الجروح بالنسبة للشعب العراقي، وكل عام وشعبنا بألف ألف خير، الكادر بألف خير، الحضور ولا استثني شخصيكم الكريمين. شكرا جزيلا. ايامك سعيده استاذ. كل عام وانتم بخير استاذ. الله شكرا لك ولجمالك. طبعا احنا بدينا ويا مظفر النواب، يعني بالتاكيد هاي اشاره اولى لميتم فالح. وانتم تلامذته ان شاء الله وخير التلامذه. شكرا لك. شكرا لجمالك. مهدي العبودي المنشد الجمال الذي يسير على حنجره وصوت، حياك الله، ايامك سعيده، اهلا وسهلا بك في قناه بلادي وسهره العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الحب والوئام والمحبة والسلام للشعب العراقي ولقناة بلادي وللأخوة الحضور والأساتذة، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل هذا العيد عيد حب وسلام ووئام
وأمن وأمان للشعب العراقي إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لجمال حضورك ولحنجرتك التي بالتأكيد سوف تجود إلى الناس بهذا العيد. عمر اليوم راح نسمع يعني راح نسمع أكيد من المنشد أكيد وأيضا من الشاعر وراح نتحدث أيضا في المجال الرياضي والمجال الفني بالتأكيد راح نتحدث اليوم. راح تكون جلستنا غنية في مختلف المواضيع وبالتأكيد راح نحكي عن العيد بصورة مفصلة. عمر شلون بديت العيد؟ والله من أول يوم عايدت أول يوم من أول يوم بديت العيد يعني بالتأكيد العائلة ما أعرف بس هو العيد يمكن يبدي قبل أيام من خلال المسجات من خلال الموبايلات مع الجميع والعائلة والجيران الأصدقاء واللي يمكن ما شفناهم بالتلفزيون. هي يعني فرصة نقول لهم بدأ يأخذ أجواء العيد عمر قبل أيام نسميه فيس عيد مو فيسبوك بس خلينا نشوف يعني ضيوفنا شلون بدأوا العيد. أستاذ مازن والله الحقيقة أستاذ عمر السنة يعني أنا لاحظت قضية كلش غريبة أنه كل الناس السنة سبقت أيام العيد. نعم. يعني كانت المسجات توصل ليلة العيد. جميل. يعني يعلن العيد اليوم تبدي المسجات ما بعد إعلانه. نعم. بس قبل يعني قبل العيد بثلاث أيام وصلت مسجات استباق الفرح. والسنة يعني أكو بيها يعني مشاكسة يعني اللي دزونا رسائل قبل العيد الكل كاتبين عليها بس تجريبي أو يعني يعني السنة استقبال العيد مختلف تماما يعني ما أعرف ليش. يعني ندز رسالة قبل العيد ونقول هاي فحص مؤقت من يجي العيد نشد لها رقم جديد. أنت مازن يمكن نعود بيك للذاكرة القديمة نعود بيك للدرهم للخمسة وعشرين للعشر فلوس للخمسة فلوس العيدية الأولى. أنت إذا نملحق عليهم شلون ما ملحق عليها؟ أنا ذكر حتى الخمسة فلوس كنا نسويها هيك بالزفت تصير درهم. العشر فلوس. كنا نخلي العشر فلوس على السكة مال القطار ويدوس القطار حتى تنفرش تصير أكبر. وخلي ورقة وبالقلم رصاص ونسويها طبعا. الحقيقة هو العيد يعني مو للكبار. العيد للطفل. الله جميل. لأنه الطفل أكثر واحد يعني يهتم بالألعاب يهتم بال يعني مدن الالعاب يهتم بس الان يعني التطور الحضاري والتكنولوجي اكو بلاي ستيشن واكو اتاري واكو بي اس بي واكو النت يعني هواي عنده مقتربات من العيد. استاذ مازن يعني التكنولوجيا خلت العيد احلى لو قبل ببساطه يمكن كان نقول روح للتشوبي مو نروح للعيد نروح للتشوبي وكانه المنطقه وكانه هاي المنطقه بس هنا العيد في غير مكان ليه هي المنطقه بها يعني ديلابها وينفر بالايد مرجوحه بسيطه والمرجوحه حبال وتنفر بالايد وما زالت بس الروحيه بس قبل بساطه الحياه يعني وما موجود بها هذا الهم والكدر اللي الان تعاني من عند العائله العراقيه. انا اعتقد كان ابسط يعني البساطه اجمل البساطه اجمل يعني كانت اللفه ام الربع صمونه لفت عنبه طبعا لفت عنبه طبعا يعني هي بيها فلافل بس لا ما لفت بيها عنبه فلافل قبل ما هي لفت عنبه بس بيها لو قطعه خياره لو قطعه طماطايه اهم شيء العنبه. طيب فنان يعني اذا ما تحدثنا ايضا مثل ما ذكر زميلي عمر انه اذا رجعنا بالذاكره للماضي دائما العيد يكون مقترن بالماضي وبالذاكره تتذكر الحي القديم اللي سكنته وباجواء العيد مثل ما قال عمر تتذكر الحي لو تتذكر ايام طفولتك وانت تستقبل العيد. انا من النوع اللي يعني احنا ابونا معلم نشتري ملابس قبل العيد بس انا دونا عن يعني اخوتي الملابس تكرمون اجلكم الله حتى الحذاء يعني باتن يمي على المخدة ليلة العيد الله الله ينامنا بصفي. فلذلك يوم العيد مصباح العيد اقعد مبكر جدا يعني اغسل واكمل تري اقواي رأسنا بدلهن كلهن يعني البسهن كلهن عندي السعادة غامرة أنه تلبس ملابس نعم. جديدة يعني مو غريبة عليك الملابس الجديدة بس ملابس العيد بها طعم آخر بالتأكيد يعني طعم تماما مختلف كلهن جدا يعني ربما بعض المناسبات ربما يكون القميص مو جديد ربما لا يكون الجواري لا لا بالعيد كلها جديدة كلهن جديدات تشتري يعني كانت أكو أيضا جمعيات تروح تشتري من عندها للمعلمين بالأقساط وغيره ما يعني ما زال أهم شيء أكو شيء جديد يعني أهم شيء كل جديد فإباتا يمي ليلة على المخدة وأكون حريص لأنه كانت الأدوار بالسينمات أحكي لك في باب حلو في بالحلة يعني كانت عندنا سينما الخيام والجمهورية والفرات سينما الفرات ف
بسينما الفرات دائما اكو فيلم سوبرمان الساعه بالسبعة الصبح. سبعة الصبح فيلم سينما حلو. هو دور بالسبعة، دور بالتسعة، دور بال11، دور بالوحدة، وهكذا الى اخر دور. تروح تحضر سوبرمان؟ لازم احضر سوبرمان لانه بالاخر اخر يعني اخر فقرة بالسينما ليلا اللي هي ساعة سبعة يخلص بالتسعة صعبة، يعني الاهل يعني ما يسمحوا لك كونك صبي، يعني انه ما يسمحوا لك تتأخر خارج. لازم اروح بالسبعة الصبح. لا هو سوبرمان اول فيلم واخر فيلم يعيدوا يعني بسبعة الصبح بالسبعة بالليل. اكو غير فيلم بالتسعة، اكو غير فيلم بالتسعة وبال12، اكو غير فيلم بالاربعة، اكو غير فيلم بالستة، اكو غير فيلم وهكذا. احنا يسمحوا لنا ان نروح منه. طبعا سوبرمان كان كلش غير شكل طبعا فنان، يعني احنا ساعة ويطير وما اعرف شنو عندنا مثل العجبة. يمكن راح نحكي ايضا باجواء الفن وشون هو فنان المبدع مازن محمد مصطفى منذ نعومة أظفاره عند هاي حب الفن والدراما والسينما وهاي الأمور جداً كلها جدا يعني. يعني من البداية أنا ذكر أول أوبريت اشتركت به بالنشاط المدرسي يعني بمناسبة العيد تحياتي، وكل عام وهم بألف خير كل أساتذتي اللي درسونا اللي ما زالوا يعني مسرفين كل عام وهم بألف خير بالنشاط المدرسي اللي إلهم فضل علينا كلش كبير، يعني كان إلهم دور طبعا بتنمية الفن يعني بصف رابع لحد الآن أتذكر شاركت بأوبريت اسمه مسيرة شعب. حلو. بصف رابع يعني عمري 10 سنوات. من هذه اللحظة بدت يعني بدأ تعلقي بالفن. انا احب اندني يعني طبعا كان اكو يعني درس النشيد، درس المسرح المدرسي هو الواضح جدا. طيب استاذ فنان يعني يقول لك الشيء من معدنه لا يستغرب، يعني الفنان منذ الطفوله يذهب الى السينما. خلينا نشوف الرياضي كابتن قصي، حياك الله، ايامك سعيده من جديد. كل عام وانت بخير. الله يحفظك. طقوس العيد وين كنت تقضيها؟ طبعا ايام الطفوله اولا بعدين نتحدث. قصي هاشم والله يعني هذا العيد طبعا هو العيد له خصوصيه ولا يعني يعني غير ايام باقي الايام. تعرف بالعيد يعني يلتقون الاحبه الاقارب الاصدقاء اللي صديق مزعل صديقه يعني صالح، هذا فالعيد يعني من الله سبحانه وتعالى في خصوصيه له. طبعا هو العيد مثل ما قال استاذ مازن هو العيد اكثر شيء للطفل، الطفل هو يشوفه اكثر يعني اكثر واحد هو يفرح، اكثر واحد هو اللي يطلع اللي يروح يلعب الالعاب. وين كنت تروح بالعيد؟ والله هي يعني اكثر شيء كان للسينما اكثر شيء، يعني من كنا صغار نروح للسينما يعني ناخذ العيديه من الصبح. ايضا سينما ظاهر يعني السينما واضحه يعني معالمها موجوده للافلام، خاصه الافلام البوليسيه كنا احنا صغار. الله يساعد جيل هالوقت ماكو وين يروحون وماكو سينمات. زين السينمات الملاعب المراجع يعني اكثر شيء يعني هي هاي. اما يعني من يعني بالوقت المضى يعني كنا لاعبين يعني قليل انه ما كنا انه ان نعيش العيد بال يعني بغداد بين اهلنا بسبب المعسكرات والسفرات. بس هم عندكم طقوس يمكن خاصه هناك تحتفلون بالعيد يمكن خارج الوطن، شو يعني تلعبون يمكن لعبه العيد؟ يجون يقول لك بدنه العيد. احنا طبعا احنا الفريق هو عائله واحده اكيد يعني احنا اسره يعني بدنا الثاني هو الفريق ذا بالمنتخب وذا بالنادي اكيد يعني يصير العيد هناك هم تقريبا نفس العيد معايده مع المدرب ومع اللاعبين مع نفس الوفد. بس مو مثل الاجواء يعني الوطن بالتاكيد وهاي والاهل والاصدقاء. طبعا يعني انت من الصبح وشوف والدك ووالدتك وتعايدهم وتبوس ايده يعني هاي يمكن هم العيد بيهم بالخصوصية يعني تشوف العيد بوالدك ووالدتك والاهل. اكيد اكيد طبعا يعني انا من اشوف الوالد والوالد اقعد الصبح وعايدهم يعني هاي العيد بعيدين صراحه يعني ذاك احنا يعني شفنا مقدم